السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل نظام تصفية. هذا المثال هنا مثلا مجموعة أرقام، عايز أقول ابحث لي من 1 لـ10، فجاب لي الرقمين الموجودين دول، 3 أرقام الموجودين. لو بحثت من 10 لـ100 هجيب لي المجموعة الأرقام دي، لو من 100 إلى 1000 فجاب لي مجموعة الأرقام الموجودة من داخل الجدول. وإنما لو أنت حذفت الأرقام دي كلها فهجيب لك جميع الأرقام الموجودة في الجدول. هتتعمل إزاي؟ هنفتح فورم جديد. أول حاجة هنحط هنا جدول، ونحط هنا مجموعة الأرقام العشوائية. وهنا الأسماء مثلا أحمد، خالد، مايكل، شوقي، حسن، جمال، السيد، سعيد، كريم، سامي، حافظ. دي مجموعة أسماء اللي لها علاقة بالاسم. فبنعملها جدول متعدد، بنفتحها كده اهو، بنعملها جدول متعدد اللي هو بيختار ده. وكل اللي يهمنا ان احنا نشيل شوية حاجات كده من احنا مش عايزينها، احنا عايزين الحاجات اللي هي ايه، الرقم والاسم. وبنحفظ وبنعمل فورم رئيسي. الفورم الرئيسي دوت بنعمل هنا تكست بوكس، تكست بوكس اخر يبقى هنا من الى، من الى. وبنعمل هنا المساعد. كده بتسيبت باسم فورم واحد. انا عايز اقول من 1 لـ10 ابحث لي. طب هنا دلوقتي هنعمل زرار بحث، هنكتب فيها كلمة بحث. يبقى أول خطوة احنا عايزين نبحث عن الجدول دوت. أول خطوة تعملها هنعمل نموذج، أو هنعمل استعلام وهنضيف تيبل 1 فيها، وهننزل الاتنين دول. زي ما انتم شايفين كده اهو، ده اللي صار. احنا يهمنا ايه بقى؟ احنا اليمين الارقام اللي هو فيلد واحد. هنخش هنا على الديزاين برضو، وخش هنا على فيلد واحد، وهنقول هنا في الكريتيريا هنفتح العصا السحريه ديت، ونيجي نكتب هنا، نخش على التقرير الثاني ماشي، ونيجي هنا عند البيتوين نضغط عليه ضغطه، ضغطه كده حلوه كده، ضغطتين، ونقف عند اول واحده نبحث عن العنوان الاول. العنوان الاول اللي هو فورم واحد ده اللي فيه زرارين، اللي هو في الخانه الاولى والخانه الثانيه، اللي هي الخانه التكست 0 دي، والخانه الثانيه اللي هي تكست 2. او لو انت مش عارف اهو، بص الخانه الاولى والخانه الثانيه، بس فيهم ايه ده؟ ده الخانه الاولى وده الخانه الثانيه اللي موجودين في فورم واحد اهو. ده تكست 0 وده تكست كام؟ 2 اهي، باينه. طب كده هيبحث لي ولا يبحث؟ ايه، ادي 1 لحد 10
ولا يبحث اي حاجه، تمام كده. كده ما بحثش حاجه، يبقى لازم نعمل ايه؟ هنعمل هنا ريكويري. مي دوت اللي هو كويري، هنعرف اول اسم السب فورم ايه، تيبل واحد، مي دوت تيبل واحد، دوت كويري. من واحد لحد 10 لسه والله ما بحس. اكد تاني، تاني واحد وزرار البحث مي. طب وهنا احنا قلنا هنا فيلد واحد هو فيه الارقام، بس خد بالك هل ارقام نمبر، تمام. ماشي، نتأكد الأول إن هنا مفيش لينكات، لينكات اهي زي ما هي فاضية. من 10 طيب ل 90 مفيش أي بحث. طب ماشي، من 10 ل 100 ونفتح الكويري كده. تقريبا هنا عملها لي ايه سيرش. طب من هنا واحد لحد 10 فهو بحثها لي هنا. طب ليه هنا مش ظاهر؟ ليه هنا مش ظاهرة؟ يبقى هنا المفروض ان احنا هنحذف دي وناخد من الكويري ديت، انا من لها اللي هي الفورم المتعددة كده. هسيب معايا الكويري واحد، هتسيب معايا كوري واحد. كوري واحد هو بقى اللي هينزل هنا مكانه، وفي نفس الوقت في البحث هنا هنعدل. يعني دي هنا اسمها كويري واحد، هعدل بقى هنا في البحث دي. واحد لعشرة بحث اهو، جاب لي جميع الارقام من واحد لعشرة. احنا بس عايزين نضيق سنة عشان نقدر نحصر الارقام كلها في خانة اهو، من 10 لحد 100 اهي. انا بقى لو حبيت اشيل ده كله يبحث لي كله، جاب لي صفر، لا حلها ازاي دي؟ هنيجي هنا هنعمل في الاستعلام، هنعمل في الاستعلام، هنجيب هنا أول خانة في المكان ده، والخانة التانية في المكان اللي جنبيه، وهنعمل هنا في الأور إز نل، مسافة نل. نفس الكلام، تعال نشوف. احنا قلنا هنا لو 10 لحد 50 يديني الارقام اهي. لو حبيت اشيل الاتنين في التوقيت واحد فهجيب له كله، لو حبيت واحد بس منه مكتوب هيقول لك اكمل البيانات بقى. يعني انا لما حدد الاتنين، لو الاتنين فارغ يدي ايه اجمالي البيانات تظهر معانا. حمل المثال ده، الرابط اسفل الفيديو. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.